السلام عليكم أصدقائي، كيف حالك؟ بنا تعلم المفرد والمثنى والجمعية. نشوفوا المفرد هي الأولى. أنا مفرد، أنا مفرد، تدي مفرد، تدي مفرد. مثنى مفرد تكون وحدة، مثنى تكون جوج. هذي مثنى جوج. هاو مثنى، هاي هي اللي هي مثنى. الجمع تكون بزاف، تكون 13 100، تكون هاوما مجمع. جا حنا إذا نتي نشوف تندير الجمع، بس نشوف الجواب الصحيح. شوفوا ثلاثين، زين هي الأولى، أنا والثاني س إس زد يا 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 تاس. أنا هو الثاني. مع السلامة أصدقائي، شاركوا معي سبسكرايب، شاركوا معي لايك. مع السلامة.